نقدم لكم آخر مستجدات الوضع الوبائي لمرض كوفيد 19 ببلادنا. فما بين الساعة 6 من مساء أمس والسادسة من مساء سجلت 26 حالة جديدة لمرض كوفيد 19، ليرتفع مجموع الحالات المسجلة إلى 7833 حالة. سجلت هذه الحالات 26 بكل من جهة الدار البيضاء سطات ب 15 حالة، جهة مراكش أسفي بحالتين بمدينة مراكش، جهة طنجة تطوان الحسيمة 4 حالات، حالتين بطنجة وحالتين بالعرائش، جهة بني ملال خنيفرة 4 حالات بمدينة بني ملال، وحالة واحدة بجهة قلميم ودنون إقليم سيدي إفني. وهكذا تصبح نسبة المرضى في بلادنا هي 21.6 لكل 100,000 نسمة. بالنسبة للحالات التي تم استثناؤها مخبريا من المرض تساوي اليوم 12,389، وبالتالي في اليوم ولله الحمد تجاوزنا عتبة 10,000 تحليل في اليوم، وهذا الهدف كان مسطرا في إطار الخطة الوطنية للترصد والاستجابة لمرض كوفيد 19، وبالتالي اليوم ولله الحمد وصلنا إلى هذا الهدف بفضل المجهودات الجبارة التي يبذلها إخواننا وزملاؤنا في المختبرات المرجعية وإخواننا في فرق الاستجابة السريعة بمختلف عملات وأقاليم المملكة. بالنسبة لحالة الوفيات ولله الحمد لم تسجل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، ويبقى عدد حالات الوفيات مستقرا في 205 ديال الحالات، ويستقر دائما معدل الفتك في 2.6، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ على الساعة 6 من مساء هذا اليوم 5.9%. سجلت ولله الحمد 434 حالة شفاء في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع ولله الحمد والشكر عدد المتعافين في بلادنا من هذا المرض إلى 5,893، يعني 3/4 المرضى في بلادنا تعافوا ولله الحمد والشكر، بينما يبلغ معدل التعافي على الصعيد العالمي في الساعة 6 45.5%. وهكذا فإن عدد الحالات النشطة حاليا تساوي 1735، وبالتالي فإن النسبة قد انخفضت إلى 4.8 لكل 100,000 نسمة. هذه الحالات النشطة الموجودة حاليا بمختلف مستشفيات المملكة معدل سنها 35 سنة، 61% منها رجال و 39% نساء، ويوجد فقط ولله الحمد دائما 13 حالة فقط بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، 6 بمدينة الدار البيضاء، 4 بمدينة طنجة، حالتين بمدينة مراكش، وحالة واحدة بمدينة فاس. وعودة إلى الحالات 26 المسجلة هذا اليوم، فإن 23 منها اكتشفت في إطار منظومة تدبير
المخالطين التي شملت لحد الساعة أو لحد اليوم 47,195 ولا يزال 7,706 تحت أو رهن التتبع الصحي. إذن الأمور ولله الحمد تتحسن بشكل تدريجي وبشكل مضطرد، وهذه مسؤولية على عاتقنا جميعا لنحافظ على هذا المكسب ونسير أكثر فأكثر في تحسين الوضع الوبائي في بلادنا من خلال التزامنا جميعا بتدابير الحجر الصحي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.